الو، سلام. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله الشيخ عبد الحسن، تاج راس سيدنا. حياك الله، صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استفسار إن تسمحون لنا. خادمكم. حياك الله. يقول: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فهل الإمام المهدي يستطيع أن ينصرنا الآن؟ نعم. ازاي والله سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم؟ بالله عليك لا تسكر الخط وكمل معايا الحوار بالله عليك. نعم نعم. يستطيع الامام ينصرنا الان؟ ينصرنا بفضل دعائه. طيب يا محمد يا علي يا علي يا محمد، انصراني فانكما ايش؟ ناصران. واكفيان فانكما كفيان. الله يقول: وما النصر الا من عند الله. الله يقول: فسيكفيكهم الله. فكيف نطلب النصر والكفاية من علي ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ بدعائهم لنا كما قلت لك. يعني لما اقول يا محمد يا علي انصراني، اي ادعوا لي، اكفياني اي ادعوا لي. نعم. من شرح كتاب مفاتيح الايمان، شرح الشرح اللي حضرتك بتقوله ده؟ يا وجهنا عند الله، اشفع لنا عند الله. لا، ده دعاء تاني. طيب خلاص بلاش ده. لو الائمه، الامام قاعد بياكل وجاءت ذبابه واخذت شيء من طعام الامام، هل يستطيع الامام ان يرجع ما اخذته الذبابه؟ ما سمعتك عادل. نعم ما سمعتك يا سيد السؤال. لو الامام سلام الله عليه جالس ياكل واتت ذبابه اخذت شيء من طعام الامام، يستطيع الامام ان يرد ما اخذته الذبابه بالولايه التكوينيه؟ يستطيع ام لا؟ يستطيع. يستطيع. طيب الله سبحانه وتعالى قال: وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. اصدق الشيخ عبد الحسن الحسني ولا صدق القران الكريم؟ القرآن. أيوة يا ما صدقكش انت. الله يشرح صدرك للحق يا رب. وأنا أريدك يا عبد الحسن يعني أنك تحكم القرآن الكريم، فهو الحق وهو الذي يأخذ بيدك إلى التوحيد وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. أنت كاتب على صفحتك عبد رقية، أنت عبد عن نعم. السيدة رقية. نعم. هل شفت كلاب رقية؟ لأن أنا في واحد معي أيضا في الصفحة كان كاتب كلب رقية، فأيهم؟ قاعد بس أيضا ما سمعت. في أحد الأشخاص كان يكتب عندي في الصفحة كلب رقية. سيدنا نعم سيد بخير. كلب رقية أفضل أم عبد رقية؟ أنا ما كاتب كلب رقية. أنت كاتب عبد رقية. عبد رقية. عبد رقية أفضل. بس الإمام الشيرازي أجاز أن تسمي نفسك بكلب رقية وكلب الزهرة، تعلم ذلك؟ عزيزي ترى كاتب عبد رقية. أنا أعلم أن أنت كاتب عبد رقية، بس الإمام الشيرازي قال لك يجوز أن تسمي نفسك بكلب رقية، رقية وكلب الزهرة، يجوز. صح؟ عبد رقية. جنابي من جنب السيد. السيد بخير، صلي على محمد وآل محمد. جنب السيد. نعم. عندك وش كثير يا عبد الرقية، حاول تقف في مكان في يعني تستطيع ان نسمع. اللهم صل على محمد. ما بعد ان شاء الله. صادق الشيرازي وغيره اجازوا ان يسمي الشيعي نفسه بكلب رقية وكلب الزهرة وكلاب مجل. بس انا سؤالي بس، هم اهل البيت كانوا بيربوا كلاب؟ كانوا بيقتنوا كلاب؟ ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقتني كلب بينقص من كل قراط او قراطين من الحسنات. نعم. عموما يا نعم يا عبد الحسن. النت ضعيف عندي، يا ريت ارسلك مراسله. شكرا. النت ضعيف عندي، يا ريت تراسلني مراسله. عموما بس فكر في الايات اللي قلتها لك، والحمد لله انك اقريت ان الائمه لا يستطيعون ان اذا سلبهم الذباب شيئا يرجعوه، فالائمه بشر مثلنا، لا معصومين ولا اصحاب ولايه تكوينيه ولا يتحكموا في جميع ذرات الكون. خطأ. النت اتعدل دلوقتي. خطأ في ايه؟ الائمه معصومين. وين الدليل من القرآن على عصمة هؤلاء الأئمة؟
اعطيني دليل من القران على الشرك. على الشرك؟ عائشه شريفه لم يزني بها احد. طيب اعطيك دليل من القران، وانت تعطيني دليل من القران على ان امك شريفه ولم تزني مع شخص فاتت بك، وسامحني في هذا الكلام، انا بس بطلب منك دليل زي ما انت بتطلب مني دليل. افتح القران معايا كده، وافتح سوره الاحزاب معايا. يلا افتح سوره الاحزاب معايا وهجيب لك ايه دلوقتي ابين لك. افتح سوره الاحزاب وافتح اول صفحه وافتح الايه رقم 6، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. فازواج النبي امهات للمؤمنين مش امهات للمشركين او الفاسقين. انت بقى اثبت لي ان امك لم تتمتع، لان المراه اذا تمتعت ولد المراه ولد المتعه افضل من ولد الزوجه الدائمه كما في البحار عندكم. تفضل. فانت كنت تقول اول شيء ان والدتي لم تكن بزمن الانبياء او الائمه. انا مالي ومال زمن الانبياء والائمه؟ يعني ممكن تكون امك تمتعت واتت بيك، ما ولد المتعه افضل من ولد الزوجه الدائمه. وعندك الصرخي بيقول ان السيستاني تمتع اكثر من مرجع بام السيستاني فانجبت السيستاني، وحتى انهم لم يعرفوا ينسبونه الى اي مرجع من هؤلاء المراجع، والعهده على آية الله العظمى سيد المحققين عندكم السيد الصرخي. فلا تحاول انك تطعن في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عشان دينك مفضوح من كل جانب وهيخلي وجهك بص اصغر من هكذا. فكن مؤدب. مش كفايه انك مسمي نفسك عبد رقيه؟ مش كفايه انكم بتسمون انفسكم بكلاب لرقيه وكلاب للزهراء؟ فتأدب مع زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تريد تتكلم؟ تكلم عن نرجس خاتون. سكر خلينا. بسمي نفسه عبد رقية وعبد الحسن وجاية تتكلم عن الطاهرة الشريفة العفيفة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم أم المؤمنين رغم أنوف هؤلاء الزنادقة الحاقدين. خلينا ناخذ صورة هذا الزنديق. دين قائم على إيه؟ قول لي عائشة عملت إيه؟ قول لي أبو بكر عمل إيه؟ قول لي فلان عمل ايه؟ ده دين قائم على كده فقط. دين قائم على التحدث عن ايه؟ عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تثبت لنا دينك؟ تثبت لنا الإمامة؟ تثبت لنا العصمة؟ تثبت لنا الرجعة؟ أو تثبت لنا التقية؟ أو تثبت لنا خمس المكاسب؟ أو تثبت لنا المتعة؟ لا يستطيع أن يثبت أي شيء من هذه الأشياء من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خليني احرق قلبه واديله رابط البث دلوقتي. خلينا اديله رابط البث الان. يلا كريم اعملوا لنا اضغطوا اعجاب جزاكم الله خيرا. اضغطوا لنا اعجاب جزاكم الله خيرا. خلينا اديله رابط البث عشان يخش الان. حياكم الله ايها الاكارم. اعذرونا لا نستطيع ان نسمع شيء عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما يقول اخونا ابو حازم، لماذا اراد النبي ابتغاء مرضات ازواجه؟ تبتغي مرضات ازواجك تبتغي مرضات ازواجك ان كانت كافرات رضي الله عنهن. حشرنا الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه مع النبيين والصديقين والشهداء.